ما هذه الكرة داخل منطقة العملية، والهدف الأول عن طريق شريف صيام. كبير من الدفاع، شريف صيام يستغل هذه الوضعية ويسجل الهدف الأول. موالي روغ بشكل رائع إلى القائمة الثانية، فرصة خطيرة. العيجي يفتتح بوابة التسجيل. صار جماهير المولود وأقاسي بتسديدة قوية ردها الحارس بوزدر، وجدت المهاجم بن عياد وبضربة يعني ستسدد مباشرة. ويا سلام يا سلام، ما أجمل الهدف، ما أروع التد، يا له من هدف عالمي قادم من أجمل وأكبر الدوريات العالمية.